وقبل الانسحاب المتوقع لقواته من باخموت، أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أن القوات الروسية تسيطر على 95% من مدينة باخموت. إفغيني بريغوجين قال عبر حسابه على تليجرام أنه لم يتلقى حتى الآن أي ذخيرة إضافية من روسيا، وأن وحدات فاغنر ستستمر في عملياتها إلى 10 مايو الجاري. وأضاف بريغوجين أنه لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون تدمير أسلحة العدو والتغلب على أنظمته الدفاعية، مؤكدا أن قواته تفتقر إلى الذخيرة ولا يمكنها مواصلة أي هجمات أخرى. مشاهدينا من كييف ينضم إلينا مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بك حذيفة، وكيف يبدو المشهد الأمني في العاصمة كييف بعد الحديث عن مسيرة اقتحمت سماء المدينة، وأيضا عن حديث عن صفارات الإنذار التي تدوي في وقت بعد آخر؟ نعم، أهلا بك أحمد. في الحقيقة العاصمة كييف الآن تعيش هدوء تام وحياة طبيعية، تعلم أن اليوم عطلة، هنالك طبعا حركة للمواطنين. يعني هذا الطريق الذي أقف فيه هو طريق يعتبر مدخل من خارج المدينة إلى داخل المدينة، كما تلاحظ حركة السيارات. في الغالب هؤلاء مواطنين قضوا الإجازة خارج المدينة في القرى الغريبة القريبة من العاصمة. بشكل عام هنالك هدوء. تم إسقاط مسيرة استطلاعية في سماء العاصمة كييف من قبل طبعا أطلقت من قبل الاتحاد الروسي. كذلك كان هنالك عملية قصف في الليلة الماضية طالت عدد من المدن الأوكرانية. أوديسا تعرضت لمسيرات تم إسقاطها، كذلك نيكولايف تعرضت لقصف في إحدى المنشآت الصناعية، كذلك كستانتينفكا وشاسافيار. طبعا كستانتينفكا وشاسافيار هذه جبهة باخموت أحمد. كستانتينفكا تقع بالقرب من باخموت، وهي تعتبر جبهة في الحقيقة، وهي تعتبر مركز إمداد كبير جدا للجيش الأوكراني ومركز قيادة. كذلك شاسافيار أيضا تعتبر مركز إمداد للجيش الأوكراني في جبهة باخموت تحديدا. هذا الطريق الاستراتيجي شاسافيار باخموت هو الطريق الذي يتصل من خلاله الإمدادات. كذلك تعرضت شاسافيار للقصف. كراماتورسك وسلافانس كذلك تعرضتا للقصف في الليلة الماضية. بشكل عام تم صد 50 هجوما من قبل قوات الاتحاد الروسي في جبهة باخموت، مارينكا، أفديفكا، وهي بؤرة الصراع والمناطق الأكثر شراسة في القتال بين القوتين، وكذلك 75 غارة جوية تعرضت. طيب حذيفة، يعني وبحديثك عن باخموت أيضا، يعني فقط اسمح لي بمقاطعتك، يعني ما المتداول أيضا على الصعيد الرسمي بخصوص ما أعلنه قائد فاغنر إفغيني بريغوجين عن إمكانية انسحابه أو انسحاب قواته من المدينة في 10 من الشهر الحالي، وكذلك تسليمها إلى القوات الشيشانية؟ نعم طبعا، من الجهة الأوكرانية هم يقولون أن هذا الأمر لا يعنيهم كثيرا، أيا كان من سيكون موجودا في باخموت هم سيقاتلون وسيصدون الهجوم في هذه الجبهة وفي هذه المدينة. ولكن طبعا مركز دراسات الحرب الأوكرانية توقع أن قوات فاغنر تحاول الانسحاب أولا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في هذه الجبهة على مدى 9 أشهر. هي قاتلت بشراسة واقتحمت على الرغم من كل الظروف، وقد نجحت الخطة الأوكرانية. أوكرانيا منذ البداية كان دائما يتم نصحها بالانسحاب من قبل الشركاء. هي تقول أنها تريد أن تحيد أكبر قوة عسكرية للقوات الروسية وقوات فاغنر في هذه الجبهة طالما التركيز عليها، وقد نجحت في ذلك. لذلك قوات فاغنر الآن تحاول الانسحاب لتطبيب الجنود الذين يعني أصيبوا في هذه الجبهة، وكذلك لشحن الموارد العسكرية، خاصة أن هنالك مشكلة إمداد عسكري. وأما وجود القوات الشيشانية ومسألة تبديل القوات فاغنر بالقوات الشيشانية، فهذا أمر كأنه انسحاب خوفا من الفشل من صد الهجوم المضاد الأوكراني. هذا ما يراه محد دراسات الحرب. أما الأوكرانيون على الصعيد الرسمي أو القوات المسلحة الأوكرانية فهي تلتزم الصمت بهذا الصدد ولا تعلق حتى على أي تبديل في هذه الجبهة بين القوات. نعم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.